مع حلول موسم الخريف واقتراب الشتاء وخشية ظهور موجة وبائية جديدة، صحة بغداد الكرخ تستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب وتعلن استنفار قدراتها الصحية والعلاجية، داعية المواطنين للالتزام بالتعليمات الوقائية، خصوصا وأن العراق لم يسجل لحد الآن المتحور مو، وهذا ما أظهرته فحوصات كورونا بأحدث الأجهزة المتوفرة في البلاد. احنا بمواجهة الجائحة مو يعني من فترة قصيرة، صار لنا اكثر من سنتين نواجه الجائحة ولدينا ثقة مطلقة وعالية بالكوادر الصحية والطبية لان ترسم الارشادات الوقائية وان تنشر الوعي داخل المؤسسات التربوية، واعتقد بان مساعدة وزارة التربية والاخ وزير التربية على الدوام الحضوري لرفع مستوى القدرة والتعلم بالنسبة لابنائنا اللي فقدوا طيلة السنتين الماضيتين ما يمكن أن يحتاجون في عملية تعليمية. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة للدوام الحضوري وتنظيم حملات صحية تشمل التثقيف والتوعية وإلزام الطواقم التعليمية والتربوية، أخذ اللقاحات ومتابعة أولويات المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية وتضمين تخصيصاتها في موازنة العام المقبل، فضلا عن تجهيز صالات العمليات لاستقبال طواقم أجنبية لإجراء العمليات الجراحية بالعراق. منافذ تزداد كل يوم، اليوم لدينا أكثر من 204 منفذ تلقيحي في صحة الكرخ وحدها، هذا توزعت على المستشفيات والمراكز الصحية والمولات وبعض الأماكن الدينية المقدسة حتى في العتبة الكاظمية الشريفة. عودة دوام المدارس والكليات الحضوري العام الدراسي القادم إن شاء الله، واتفقنا على خطة ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية. وتأتي التأكيدات من خلية الأزمة النيابية على ضرورة عدم توقف الحياة بسبب الجائحة، وإنما المضي بالدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والعلاجية من جهة وتوسيع منافذ اللقاح من جهة أخرى. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.